السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم يوميات سناء. ففي إطار تحضيرات العيد الأضحى قررت أنني ننظف المجمد والثلاجة، وبغيت نشارك معكم بعض الطرق والحيل في تنظيف المجمد وكذلك التخلص من الروائح الكريهة اللي كتكون فيه. فكيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما خويته من نهائيا من الأشياء اللي كانت فيه، فكيف ما شفتوا معايا المجمد عندي راه مازال فيه الثلج بحكم أنني ما طفيتوش ليلة كاملة، ولكن عندي لكم واحد الطريقه سهله باش اننا غادي نتخلصوا من هذا الثلج هذا في ظرف قصير. فكيف ما شفتوا معايا، خديت واحد الصالادير ووضعت فيها ماء ساخن جدا، ومن بعد غادي نوضع هاد الصالادير هادي ولا الزلافه اللي كان عندنا، غادي نوضعها في القلب ديال المجمد وغادي نسد على المجمد واحد المده. مهم انايا هنا احتاجت لي واحد نصف ساعه حتى ساعه باش خليت داك البخار يطلع هكذا على الثلج. كيف ما شفتوا معايا، بدا البخار كينتشر هكذا في الكونجيلاتور، فكتبقى على حسب الكميه ديال الثلج اللي عندنا. الا كانت كميه كثيره فما عليكم الا تبدلوا داك الماء كل مره بماء ساخن اكثر باش تسرعوا من العمليه ديال الذوبان ديال الثلج. وكذلك المهم هو انكم ما تقيسوش داك الثلج بماده حاده ولا بماء ساخن، تخويو على الثلج ديريكتومون باش ما تخرجوش على المجمد ديالكم. اول شيء بغيت نشارك معكم البنات هو هذه الوصفه هذه اللي غادي نستعملوها في تنظيف ديال الثلاجه وديال الكونجيلاتور. فكيف ما كتشوفوا معايا هنا، خديت واحد نص كاس ديال الماء كما شفتوا معايا، غادي نوضع فيه جوج معالق صغار ديال الملح، كونوا ما عامرينش بزاف، ولا ملعقه كبيره ديال الملح. وغادي ناخذ خل التفاح، فإلا ما كانش عندكم خل التفاح بامكانكم انكم تستعملوا الخل الابيض اولا الخل العادي. غادي نوضع بحال نصف ديال الكميه ديال الماء اللي انا وضعت كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. غادي نحرك جيدا وغادي نخلي هذا المحلول هذا حتى غادي يذوب ويندمج مع بعضه، ومن بعد غادي نخوي في هذا البخاخ هذا اللي انا ديجا كنت هانتوما كما شفتوا معايا واضعه، وغنخويه هو اللي غادي نستعمله. كما كتشوفوا معايا، من بعد ما وضعت هذا الخليط هذا في البخاخ بهذا الشكل هذا، فانا كنعتمد عليه بزاف في تنظيف الثلاجه والكونجيلاتور لانه كيتعتبر معقم رائع لهذه الاشياء هذه. وكذلك بامكانكم انكم تبدلوا الملح بكربونات الصودا فحتى هي فعاله جدا. كتشوفوا معايا من بعد ما دازت 30 دقيقه على داك البخار في المجمد، فشفتوا معايا خديت هكذا داك السكين ديال المجمد، شفتوا ان الثلج كيتحيد بسهوله وما احتاجش معايا مجهود كثير. وكذلك هذه طريقه باش اننا نحافظوا على الصلاحيه ديال لي كونجيلاتور ديالنا. كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما داب داك الثلج نهائيا حاولت انني نمسح داك الفائض ديال الماء اللي كان في القلب ديالو، وخديت داك البخاخ ولا داك المحلول اللي وجدت معكم قبيله وبديت كنمرو على جميع القنات ديال الكونجيلاتور. فكيف ما قلت لكم بامكانكم انكم تعوضوا الملح بكربونات الصودا فحتى هي كتعتبر فعاله جدا، وداك التفاعل ديال بيكربونات مع الخل كيسهل التنظيف ديال الكونجيلاتور، خصوصا الا كانوا هكذا شويه ديال البقايا ديال الاكل في الكونجيلاتور. بالنسبه للاماكن اللي ما كنوصلوش ليهم، فكيف ما شفتوا معايا خديت واحد فرشه الاسنان اللي انا مخليها فقط للتنظيف ديال الكونجيلاتور والثلاجه. فكيف ما شفتوا معايا كنوضع داك الخليط هكذا في لي كوان، ومن بعد كنبدا كنمرر هكذا بفرشه الاسنان باش انني ننظف هاد القناه مزيان. فمن بعد كنحاول كنخلي هذا المحلول هذا الصراحه اكبر وقت ممكن. فإذا كان عندكم الوقت بامكانكم انكم توضعوه مثلا في الصباح وتخليوه حتى العشيه عاد انكم تمسحوه، هكذا كتنظفوه وكتطهروه وكتعقموه احسن. فكيف ما شفتوا معايا، من بعد كناخذ واحد المنديل غير بالماء كنمسح جيدا، ومن بعد ما كنمسحوه كناخذ واحد المنديل يكون ناشف وكنمررو جيدا على الكونجيلاتور ونحاول انني نشفو مزيان. ومن بعد كيف ما شفتوا معايا خديت واحد الكاس وضعت فيه واحد جوج معالق صغار ديال القهوه، وكنوضعو في الكونجيلاتور وكنسد عليه وكنخليه تقريبا واحد الليله كامله باش يمتص لينا كاع ديك الرائحه وكذلك حتى ديك الرائحه ديال خل التفاح.
فكان هذا هو فيديو اليوم، نتمنى ان شاء الله يا ربي نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، وكذلك ما تنسوش انكم تخليوا لي التعليق ديالكم والضغط على زر اعجاب طبعا لعجبتكم الفيديو، والشكر كل الشكر للمتتبعات والمتتبعين الاوفياء ديال القناة. بغيت نشكركم على التعليق صراحة الايجابيه اللي كتفرحني وكتزيدني دائما قوه باش نواصل معكم في القناه. والى فيديو لاحق ان شاء الله ما تنسوش الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.